بالنسبة للاحتياج السكني حسب ما تداوله في حتى في برنامج الأقراض الأخير، هو يتجاوز ال 200 أو 300 ألف احتياج لوحدة سكنية. لو تسرد التاريخ بالنسبة للإسكان تجد أن في كثير من المراحل عندما توضع الخطط والإحصائيات لا تجد تناسب وتوافق بينها. الإشكالية الكبيرة اللي عانوا منها احنا هي ليست بالنسبة لي، ليست أزمة مادية ولا أزمة في المساحة ولا أزمة في الإمكانيات. نحن ما نعاني منه هو أزمة إنسان، أزمة إدارة لا تضع الحلول ولا تضع الدراسات المناسبة. أنا بنقول بنأكد على حاجة حسب تجربتي وحسب معايشتي للمسألة، هي أن برنامج الإسكان يا أخوي محمد والضيوف برنامج يغلب عليه الطابع السياسي، عمره ما اندرج كان برنامج اقتصادي أو اجتماعي، هو برنامج اجتماعي. عندك مجموعة من الشباب أنت تعرف منذ الولادة، تعرف العدد متاعهم، تعرف التوقعات والدراسات اللي عندك، لكن الإسكان تعاملت مع الدولة على مدى عقود كمشروع سياسي بحث. يعني لمن تبني، أمتى تبني، أمتى تسلم، لمن تسلم. وبدليل احنا حتى لما كنا في مصرف الادخار ليش ما كان يتم التخصيص على الخريطة؟ يعني نقدر نحط خريطة بنبني عمارات او بنبني مساكن للمواطنين، نقدر على الخريطة نحدد ان فلان عند العمارة رقم 9 الشقة رقم 3. لا، في قانون التخصيص لا، التخصيص يتم بعد انجاز 60% من المشروع. يعني ليش الكلام هذا؟ بايش؟ تفضل دكتور، ليش الكلام هذا؟ يعني انا لما نقول لهم لا اعطيه الفرصه للانسان انه هو حتى يخطط حياته. انت لما هو تعطيه خريطتك انت في انه عنده عماره او عنده شقه ينتظر في انشائها اثناء 60% هو يقدر يخطط حتى حياته، وانت تكون ملزم بتوفير السكن لي. طيب بس الاشكاليه وين؟ الاشكاليه في ان المشاريع السكنيه تعاملت معها الدوله بشكل سياسي.